صباح الخير، سلسلة جديدة وفلوق جديد للناس اللي بيتعلمون الدقدقة بالكورة. طبعا بإذن الله نستمر أكثر من 5-7. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. اليوم راح نبدا سلسلة جديدة في القناة اللي هي الطقطق بالكورة او الدقدقة. كم تتوقع اوصل في الدقدقة؟ 50؟ 60. وانتم كم تتوقعون اني بوصل؟ تتوقعون 50 60؟ خلونا نبدا ندقدق بالكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقصر المسافة ونركز على الكورة. كم وصلنا؟ اظن وصلنا 220 او 230، والله ما ادري كم وصلنا. راح اشوف المونتاج كم وصلنا. هذه راح تكون السلسله الاولى من الطقطقه والدقدقه، وش يسمونه باللغه الفصحى. طبعا المقطع هذا تشجيع للناس اللي ما يعرفون يطقطقون بالكوره او يدقدقون بالكوره. طبعا العمليه سهله مره، الكوره تكون قريبه من رجلك وتركز على الكوره، كلها تمارين خفيفة أو تجربة مرتين ثلاثة راح تطبقها وتتعداني بالدقدق. أو بإذن الله المقاطع الجاية راح نتعدى هذا الرقم ونوصل لأرقام كبيرة. هذه تجربة وتسخين للطقطقة، ولا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. في أمان الله. قصيرة صح؟ عشان تتحكم فيها. ايوه هذا اللي كنت افكر فيها قبل. هذا اللي كنت افكر. انا مدرب عندي فريق. وش الفريق؟ المجد. المجد؟ وين ملعبكم؟ ما شاء الله. عندي 43 لاعب. ما شاء الله تبارك الله. والدها الصغار. ما شاء الله. الله يوفقكم يا رب.